اهلا بحضراتكم مره اخرى مشاهدينا، وده معايا فقرتنا الرئيسيه الثانيه والاخيره في هذه الحلقه، وهي زي ما قلت لحضراتكم في البدايه فقره طبيه هنتكلم فيها عن تجميل العظام. ناس كتير جدا بتعاني من موضوع الالتواءات في العمود الفقري، خشونه الركبه، فقرات الرقبه بيبقى فيها مشاكل، يعني حاجات كتير جدا في موضوع العظام ده. يجاوب لنا عليها ضيفنا المنورنا في الاستوديو دكتور يسري الهواري، استاذ جراحة وتجميل العظام بمستشفى دريم. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك، وكلمة جميلة قوي تجميل العظام. يعني احنا مش بنستعملها كتير، بس هي فعلا تجميل. يعني تشوهات الرجلين، تشوهات العمود الفقري، احنا بنجملها ونوصل المريض لطبيعته، للشكل الطبيعي. تمام، فكلمة حلوة تجميل العظام. طيب احنا طبعا مستنيين تليفونات حضراتكم على الرقم تليفوناتنا، وكمان علشان لو حابين انتوا تسألونا في أي حاجة صفحتنا على فيسبوك صباح دريم بالعربي أو بالإنجلش، وكلمونا علشان لو في حد عايز يسأل دكتور يسري على حاجة. دكتور يسري، حضرتك جاي لنا دلوقتي من مستشفى دريم، وكنت بتعمل حاجة. أنا عندي لستة عمليات النهاردة. كنت هبتدي بنت منى، عندها اعوجاج في العمود الفقري. منى سابت ظهرها لغاية ما العوجة وصلت 140 درجة، فبقى موقف صعب. 140 درجة؟ هي المفروض الواحد يبقى صفر، توصل الواحد التاني يبقى 140 درجة، ده درجة كبيرة قوي. احنا ابتدينا معاها من اسبوع، عملنا لها عملية اولية، ان احنا زي ما تقولي سيبنا شوية العمود الفقري وشدناها من الجمجمة او من الراس لمدة اسبوع باوزان عالية، بحيث انها تتفرد معانا، والنهاردة نعمل المرحلة التانية. طيب دكتور، ايه اللي وصل منى لكده؟ وصل منى ان هي ده اعوجاج في العمود الفقري. اعوجاج في الظهر. تمام. يعني هي لو كان جات لنا مثلا من 3 سنين كانت تبقى الوضع اسهل كتير. ايه اللي وصلنا كده؟ ان مفيش وعي موجود عند اغلب الناس. الناس لغايه دلوقتي بتعتبر عمليه العمود الفقري دي عمليه تؤدي الى الشلل وتؤدي الى الوفاه، فهي مش عايزين يعرضوا. حاجه مخيفه شويه كمان يا دكتور. يعني حضرتك قلته في الثانيتين ده خوفنا شخصيا، عشان كده عايزه تفاصيل. احنا شايفين قدامنا الصوره، معلش اشرح لنا عليها. دي مريضه نايمه على وشها، وشايفين الاتب اللي على الناحيه اليمين من الظهر، الضلوع كلها زادت وعليت على ناحيه واضحه جدا، يعني نتيجه ان العمود الفقري لف من مكانه. طب ايه اللي بيوصلنا لكده؟ يعني الالتواء ده او الاعوجاج في العمود الفقري ده بيجي من ايه يا فندم؟ عارف حضرتك في بنات ولاد سنانهم بتتعوج، هم بيبقوا كويسين مثلا عند 6 سنين، عند 8 سنين، 10 سنين سنانهم بتتعوج. طب هي اتعوجت ليه؟ ليه؟ لغايه دلوقتي ما حدش يعرف. والظهر اتعوج ليه؟ لغايه دلوقتي ما نعرفوش. واكتشفوا ازاي؟ بس هو بيتعوج في فترتين، في فتره 5 سنين وفتره 10 سنين، دي الفترتين اللي العوجه بتتحصل فيهم. 5 سنين؟ سن 5 سنين وسن 10 سنين، ده البيك اللي بيحصل فيه العوجة. يعني اللي عندها طفل عنده 5 سنين أو 10 سنين تكشف عليه، أو في الأثناء دي يعني؟ في الفترة دي، لأن احنا مش بنكبر زي الشجرة، احنا لينا طفرتين نمو، واحدة عندها 5 سنين وواحدة عندها 10 سنين. الواحد بيطول مرة واحدة. الشجرة بتطول كل مثلا شهر سنتي، لكن احنا ما بتطولش كده. فلما الواحد يطول مرة واحدة ممكن ظهره يتعوج. يعني مفيش سبب محدد للالتواء ده في العمود الفقري خالص؟ في 80% مفيش سبب، في 20% ممكن تبقى عيب خلق في الفقرات، ممكن العضلات ضعيفه، ممكن الجسم مطاط زياده عن اللزوم، لكن في 80% لغايه دلوقتي احنا مش عارفين سببه ايه. طيب لا حركه مثلا غلط، ولا الناس اللي بتشيل حاجات تقيله، ولا اوزان تقيله، ولا اي حاجه من الحاجات دي خالص بتاثر؟ دي تسبب حاجات تانية، ما تسببش الاعوجاج. يعني تشيل، عارفين احنا الاطفال لما يشيلوا الشنطه تقيله تاثر على تكوين الغضروف، القعده غلط ممكن تكفي الواحد قدام، والبنت تبقى عندها اتب غير الاتب اللي بيجي على الجنب. الاتب اللي بيجي على الجنب ده حاجه تانية. بس انا بتكلم على كمان في سن المراهقه، خصوصا عند البنات بتبقى دايما ظهرها عامل كده، وبيفضل كده حتى بعدين لما تكبر. يعني اولا البنت بتبقى مكسوفه، مش عايزه حد يشوفها، بتبقى فتره المراهقه والبلوغ، صدرها توطي قدام، فبيجي لها فعلا عوجه. دي سهله قوي ان احنا نبطلها او نمنعها. ما عدا العوجه اللي هي على جنب دي ما نقدرش. دي لازم عمليه. لازم عمليه لو عدت الدرجه 40 درجه. الرقبه بقى يا دكتور. ايوه، جزء اللي الناس كلها بتشتكي منه دلوقتي، كله كبار وصغيرين في كل الاعمار، ولاد وبنات، ماسك الموبايل او التابلت او الايباد وعامل كده.
فبعد شويه ببص الاقي فقرات الرقبه مؤلمه جدا، وعلى ما بعمل كده او كده فبضطر ان انا افضل عامله كده طول الوقت. انا بشوف دلوقتي بنات ولاد 14 سنه جايين يشتكوا من رقبتهم، احنا ما كناش بنشوف السن ده ابدا. احنا كنا بنشوف الناس اللي كانت بتشيل حاجات على راسها، مثلا الفلاحه اللي بتشتغل في بيت فعلا ان الرقبه مش معموله انها تشيل الراس بس، مش معموله اكتر من كده، ما ينفعش نحط عليها حمل. دي بقى بنشوفهم بيجي لهم انزلاق غضروفي. دلوقتي بنشوف سن صغير قوي اللي بيشتغلوا في بنوك، اللي قاعد على الكمبيوتر كده، وبنشوفهم دلوقتي عندهم انزلاق غضروفي ما كناش نشوفه. طيب. السجاير اللي بيشربوا سجاير بيجي لهم انزلاق غضروفي في الرقبه وانزلاق غضروفي في الظهر. ايه علاقه السجاير بالانزلاق الغضروفي؟ النيكوتين بيمنع وصول الدم للغضروف، فانت زارعه عجنينه مش بترويها فبتدبل، فالغضروف يدبل، فهي المفروض يتحط بقى على علبه السجاير التدخين ضار بالعمود الفقري. بالعمود الفقري. لان ده اثبتت طيب. فعلا. دكتور استاذن حضرتك معانا تليفون محمود من الشرقيه، استاذ محمود اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، علي صوت ممكن حضرتك بس تعلي صوتك شويه؟ ممكن اتواصل مع الدكتور سؤال لو سمحت؟ اتفضل اتفضل الدكتور معاك اتفضل. انا عندي بنتي عندها 12 سنه وكنت عامل لها عمليه من 7 سنين. عمليه ايه؟ عملية كانت عندها عب خلقي في الكتف الايمن. ايوه. يعني خلع ولاده ولا كان في مشكله في كان زي ملخ الولاده. ملخ الولاده. تمام. فلما عملت العمليه الدكتور بعد ما عملها لي قال لي هتتواصل مع علاج طبيعي 6 شهور، فعملت ازيد من 6 شهور علاج طبيعي. الدراع بتاعها ما بيتفتحش للاخر يعني. تمام. انا هرد عليك يا محمود. ملخ الولاده ده حاجه بتحصل نتيجه الطفل وهو نازل في الولاده دراعه بيعلق، ما بينزلش مع راسه على طول، فبيضطر الدكتور يشده. الراس بتبعد عن الكتف. فده اسمه ملخ الولاده. بياخد العصب يا اما العصب بتاع الايد التحتانيه يا اما العصب الكتف. فده يتعالج ازاي؟ في اول 6 شهور يتعمل كشف على العصب، لو لقينا العصب مش شغال كويس ممكن بيتعمل استكشاف جراحي والعصب يتوصل. لو زي بنت الاستاذ محمود حاجه قديمه عندها دلوقتي سنة هي 12 سنة. بنعمل بقى خلاص ما نقدرش نعمل حاجه في العصب، لان العصب بيكون الفتره ديت مش هيشتغل. فبننقل العضلات، نخلي عضله تشتغل بدل عضله. او بيبقى حصل التواء في العظمه، بتبقى عظمه العظمه عايزه تتكسر وتتصلح في الوضع العدل. فليها حاجات يعني تعويضيه نقدر نعوض المشكله. طيب دكتور كان في حد بيسال على الريكتس، التقوس اللي بيجي للاطفال وهم صغيرين بيفضلوا كده على طول. مشكلة الريكتس احنا بلد مشمسة، بس اخطر نسبة نقص فيتامين د وريكتس. لان احنا ليه ما عرضش الاطفال للشمس يعني؟ طبعا انت بتشوفي الطفل اول ما يتولد بيتلف كلف هدوء غلط، ده خارج بره يلبس كذا بلوفر غلط. لما بيجي لي طفل العيادة وبقلعه عشان اكشف ظهره مشكلة، ده بيبقى بقول لها انت لما لبسات الدولاب كله ما مش فاضل حاجة. فاحنا بنغطي وبلاش يتعرض للشمس. لو تشوفهم بره مع انهم عندهم برد والشمس بتطلع فتره قصيره، الطفل بيطلع بيجري لابس تيشيرت شورت كده فبيتعرض. من امتى تبتدي تعرض طفل للشمس والساعه كام بالظبط عشان الامهات بس اللي شايفينها ياخدوا بالهم؟ دي هي نفسها ممكن لازم تتعرض قبل ما تخلف عشان يبقى عندها ستور او مخزن كويس من فيتامين دي. احنا بنقول الشمس 10 وشمس 4، يعني 10 الصبح والساعه 4، عشان بتبقى ما فيش اترا فايلت ريز، ما فيش اتربه تقدر تعوق اشعه الشمس انها توصل للجلد، وفي نفس الوقت بتبقى الشمس مش حاميه تقدر تعمل مشاكل في الجلد. طيب احنا في برضو تساؤل على صفحتنا على فيسبوك من استاذ عاطف، هو عنده 18 سنه وبيقول عنده ركبته اليمين بتوجعه جدا يعني مستمر الوجع ده، هو مش عارف من ايه. ولو ما فيش اصابه هو اللي بيحصل في السن ده، يا اما لعب كوره رجله اتلوت حصل الوجع بيزيد وهو قاعد. هو بيقول وجع بيزيد وهو قاعد ازاي؟ غالبا غالبا بيبقى في عيب في الغضروف، يعني الغضروف المفروض يبقى هلالي، الغضروف بقى عامل زي الديسك بنسميها ديسكويد منسكس،
ممكن دوت اللي يعمل وجع اثناء القعد. طبعا بيبقى محتاج كشف من عمره 18 او محتاج اشعه بالرنين بتبين بقى الركبه بالغضاريف. طيب معانا تليفون هاله من بورسعيد. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. ايوه يا استاذه هاله، معلش علي صوتك شويه مش سامعيني كويس. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ايوه لو سمحت اقول للدكتور حاجه. اتفضلي دكتور سماك. ايوه اتفضلي. دكتور انا ابني عنده 19 سنه. ايوه. وعنده انحناء في العمود الفقري. تمام. وقال يعني عملت له اشعاعات وقالوا دي سبب مناعه. ومن سن كام حضرتك اكتشفتيها؟ اكتشفناها من هو عنده 16 سنه، بيجي له الم شديد جدا في ظهره. ما بيعملش لما ياخد ابر مسكنه. حد قاس له الدرجه كام؟ درجه الانحناء كام او الاعوجاج كام؟ لا احنا عملنا اشعاعات عاديه. اه ما هي بتتقاس بالاشعه العاديه. سهل قوي ان احنا دلوقتي بقى في رقم، والرقم دوت هو اللي بيوجهنا نعمل ايه. اقل من الرقم ده نعمل كذا، اكتر من الرقم ده نعمل كذا، وهو اختصارا رقم 40. اقل من 40 ما بنعملش حاجه، خاصه هو عنده 19 سنه خلص نمو. يعني هو لازم يتابع الاول. اه اكتر من 40 بنعمل عمليه بنصلح العمود. يعني طيب. زي دخول الجامعه التنسيق 50% يخش. طيب كده مدام هاله، لازم ابنك يكشف عند الدكتور درجه الانحناء بالظبط عامله ازاي عشان يعرف يتصرف بناء على ايه؟ يعني هو مش انحناء، يعني بالظبط درجه الانحناء تكون ايه وتتابعي معاه. شكرا مدام هاله. معانا تليفون تاني استاذ علي. الو. وعليكم. عليكم السلام. ممكن اكلم دكتور؟ مع حضرتك. اتفضل. انا عندي مشكله، انا عندي انزلاق في الغضروف ما بين الفقره الثالثه والرابعه. تمام. في الرقبة ولا في الظهر؟ في الظهر. تمام. وعملت جلسات علاج طبيعي كتير جدا، الألم بيروح بس مجرد ما ببذل مجهود برجع تاني، أو مجرد ما أروح الجيم مثلا بيرجع أكتر من الأول. عمرك كام؟ 23. والألم في الظهر ولا في الرجل؟ لا الألم في الظهر، وساعات بقى ابتدى يعمل تخدير في الرجل. تمام. يعني ساعات أما أمشي ألاقيه نزل كده على إنه بيعمل لي تخدير في رجلي، بمشي بيتعبني. الدكاتره بيقولوا ان هو بيفضل على طول، فانا عايز اعرف هل الغضروف فعلا بيفضل على طول حتى لو اتعمل عمليه؟ بفضل برضو حريص ان انا ما ينفعش اروح الجيم او حاجه زي كده. تمام. انا هرد على استفسار حضرتك. الانزلاق الغضروفي عشان الساده المشاهدين هو حاجه موجوده في الجسم، ما ينفعش الواحد يقول انا عندي غضروف، ما كلنا عندنا غضروف، زي ما الواحد يقول انا عندي ايد، انا عندي دماغ، ما عندنا. بس هو حصل ايه للغضروف؟ حصل له انزلاق. ده بيحصل ازاي؟ ان الجدار بتاع الغضروف اصلا معمول من ماده صلبه. يعني تستحمل. زي كاوتش العربيه. لو اتخرم خلاص العجله بتنام. طب هو كذلك يعني الغضروف لو طلع بره بيدوس على العصب. يعمل وجع في الرجل. عشان كده بيبقى فيه والم. واحنا بنسميه عرق النسا. وطبعا ملوش دعوه بالنسا، هو اسمه النسا. ليه اسمه النسا؟ لما جم يشرحوا الجسم ويحطوا اسامي للاعصاب قالوا الكبير ده خليه في الاخر، بعدين نسي يحطوا له اسم فسموه النسا، انهم نسي يسموه يعني. طيب طب نعمل ايه؟ احنا طبعا 90% من الناس اللي عندهم انزلاق غضروفي بيخفوا. طيب. بدون عمليه. طيب. و10% هو اللي بنلجا للعمليه. طيب انا بس احنا معانا كذا استفسار من كذا حد، ناخد بس تليفونات ورا بعض ونجاوب. معانا ام حنين من القليوبيه. ام حنين اتفضلي. وعليكم. عليكم السلام. لو سمحتي سؤال للدكتور، انا رقبتي بشتكي منها على طول بتوجعني ومقصره دلوقتي على تنين في ايديا الاثنين. طب معلش علي صوتك شويه يا ام حنين بعد اذنك. انا سمعت هي عندها وجع في الرقبه وتنين في ايديها الاثنين. طيب ده يساوي ايه عندنا؟ يساوي انزلاق غضروف. انزلاق غضروف. لان مفيش حاجه تعمل تنميل الا العصب. يعني الحاجه الوحيده اللي في الجسم اللي بتنمل هي العصب. ده معناه ان في حاجه ضغط على العصب. طيب معانا هنادي من جنوب سيناء. هنادي صباح الخير. عليكم السلام يا هنادي، اتفضلي. بعد اذنك ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي يا حبيبتي الدكتور معاكي، اتفضلي. امال يا هنادي. دكتور بنتي عندها 8 سنين وحبيبتها سي بي، عندها شلل دماغ رباعي. تمام. كانت ماشيه بالعلاج الطبيعي وكده، بس في ايديها الاثنين لوحه كده، كفه الايدين واخده لوحه لجوه، وكفه الرجلين برضو فيها زي فلات فوت كده، وفي يعني بدات تعمل اسد كده في ظهرها. فاحنا اتكلمنا عند دكتور عظام صراحه شغالين معاه علاج طبيعي من وهي صغيره، فما جابش نتيجه. فبعدين بالنسبه لايديها الدكتور قال لنا ممكن تحتاج ان شاء الله بعد كده اللي هي نقل عضلات،
عشان بدل ما عشان ايديها تفتح لبره يعني. وبالنسبه لكف الرجل قال محتاجه شريحه في الرجل كده عشان تثبت القدم، ومحتاجه طبعا برضو محتاجه تطويل اوتار فوق كده. فانا عايزه اخد راي حضرتك بالنسبه للشريحه وبالنسبه لنا للعضلات وبالنسبه برضو للقدم دوت المفروض نعمل فيه ايه، من كنت ما هي مثلا تشوفنا الصوف او ضمه في نفسها كده فحولها زي ما يكون قفل كده بدايه قفل كده. فحضرتك تنصحنا نعمل ايه، واذا كان الشريحه ديت مضره ليها ولا لا؟ هي الشلل الدماغي او الشلل التخصصي يعني التقلصي ده يعني يعني اثناء الولاده المخ ما يوصلوش اكسجين. الواحد يقدر يكتم نفسه قد ايه؟ دقيقه او دقيقتين. فلو الطفل وهو نازل ما وصلش الاكسجين، في بعض النقط المهمه اللي في الدماغ او المخ بتموت، فبيحصل نتيجه عنها شلل تقلصي، ممكن يجي في الايد في الايدين في الرجلين ممكن الرباعي. هي البنت عندها تقلص رباعي. ده بنعمل فيه ايه؟ العلاج الطبيعي ده جزء. في حقن العضله بالبوتوكس، ده نوع من الحقن اللي هي بترخي العضله، دي بنعملها قبل ما نلجا لاي عمليه، لان انا بيبتدوا بيها يعني لان انا عايز اجرب العمليه هتنفع المريض ولا لا، فبدي الحقن البوتوكس. المريض مشي كويس او استعمل ايده كويس اعرف ان العضله دي فعلا محتاجه ان هي ايه يتعمل في حاجه او تتطور. نقل العضلات من العمليات اللي هي ممكن تتعمل، بس هي ما كل العضلات متاثره، فانا هنقل عضله تشتغل مكان عضله تانية لازم ابقى دارس العضله دي كويس. حكايه ان احنا نعمل شريحه، هي الواحد لو الادم مش موجود في مكانه وعايزين نرده الشريحه مش مشكله، هي وسيله بتخلينا نوصل للعمليه وتثبيت الادم. تمام، معنا تليفون يوسف من الجيزه. استاذ يوسف. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. استاذ يوسف اتفضل. من فضلك اكلم الدكتور. الدكتور معاك، اتفضل. اتفضل يا يوسف. من فضلك يا دكتور، انا في خشونه يعني في المفصل بتاع رجلي من قدام، خشونه جامده جدا ووجع جامد جدا. اللي هي مفصل الركبه؟ في مفصل الركبه. سن حضرتك؟ 35 سنه. 35. خشونه مفصل الركبه نادر تيجي في الصغيرين، سن 35 سنه مش هو. احنا ملاحظين ان كل الحالات صغيرين يا فندم، يعني كل الحالات اقل من 35 يعني سنه. الخشونه دي فوق ال 55. فده ساعات تحصل لو في اصابه. لو في اصابه ممكن تعمل خشونه مبكره، بس في ناس بتروح وتستسهل تقول انا عندي خشونه. لا مش خشونه، ده ممكن تبقى الغضاريف المبطنه للصابونه بتاع الركبه فيها ضعف تعمل وجع، بس ما يشرطش يكون خشونه عشان ده مش سن. طب هو يعمل ايه؟ لازم يتفحص كويس قوي. بعد كده ممكن لو عملنا اشعه عاديه برضو تبين، لو عملنا اشعه بالرنين بتبين اكتر، وغالبا هيطلع ضعف في الغضاريف وليها علاج. الفحص الدقيق يا استاذ يوسف، بشكرك جدا. معانا معتز من المنيا. استاذ معتز. الو، صباح الخير. صباح النور. استاذنك بس اكلم دكتور. اتفضل يا معتز. عمر يا معتز. دكتور صباح الخير، انا بس عندي مشكله مع والدتي. انا والدتي عندها 55 سنه. المشكله اللي عندها هي مشكله مزمنه في الظهر من اكتر من 30 سنه. هي حاليا دلوقتي عندها اعوجاج في العمود الفقري، عملت قبل كده عمليتين غضروف، وبعد كده عمليه يعني حاولنا نعمل استقامه للعمود الفقري ما نفعش، فعملت طب معتز حاول تكلمنا تاني لو سمحت. انا فهمت معتز بيقول ايه. هي احنا حاجه بنشوفها في الناس اللي فوق ال50 ان العمود الفقري الغضروف بينهم بيتنحل، الفقرات تبتدي تتعوج تعمل اعوجاج. ده مختلف عن الاعوجاج اللي يجي في الاطفال، ده نتيجه خشونه من الفقرات. خشونه. والواحد عشان يعالج حاجه زي كده ما ينفعش نعالجها جزء، لازم نعالجها ككل بالكامل. يعني نيجي عجله العربيه اتخرمت فيها 5 خروم، هو حضرتك بتصلحها 4 ولا بتصلحها 3 ولا لازم الخمسة؟ لازم الخمسة، ما هي مش هتشتغل. فكذلك في العملية دي يعني الواحد يعمل العملية ككل ويخلص كل المشكلة. ما ينفعش ياخدها قطاعي لان هي مش هتحل الموقف. طيب ام هاني من سوهاج. ام هاني صباح الخير. الو. الو. طيب ام هاني حاولي تكلمينا تاني، تليفون قطع. نادية من القاهرة. الو. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام. اكلم الدكتور من فضلك. اتفضلي دكتور معاك. عمر يا ست نادية. اتفضلي يا نادية دكتور معاك. ايوه حبيبتي، انا والله عندي بقالي 3 سنين بعاني من ظهري. ظهري في
في ألم في ظهري وأنا نايمة وأنا صاحية وأنا بمشي ما بقدرش أقف. في وجع في رجليك يا نادية ولا ظهرك بس؟ نعم؟ في وجع في رجليك ولا ظهرك بس؟ شوية ركبي يا دكتور لما بطلع السلم، بس هو الألم في ظهري. ورحت كتير لدكاترة قالوا لي في عصب العمود الفقري دايس على العصب، رحت وعملت إشعاعات كتير. سنك إيه يا نادية؟ سني 60 سنة. ووزنك؟ وزني 85. طيب هي برضو ده خشونة في الفقرات، زي ما بتيجي خشونة في الركبة بتيجي خشونة في الفقرات. لأن الفقرات هي عبارة عن ركب فوق بعضية، مفصلات فوق بعضية، فبيحصل اللي بيحصل في الركبة ممكن يحصل. تمام. الحاجة كويسة مع ست نادية أن وزنها كويس 85 اللي بنشوفه بقى فوق الميات وكده. سهلة ونحل بس مشكلتها. هو الوزن التقيل برضو بيساهم في ده يا دكتور. طبعا. طيب دكتور عندنا بس على صفحتنا على فيسبوك من رفيف، رفيف طنطاوي، صباح الخير. عايزه اسال حضرتك، عندها غضروف في رقبتها وبتصحى من النوم الم شديد جدا وتنميل في ايدها اليمين، وعندها الم جامد جدا في اخر ظهرها، مش قادره تحط رجلها على الارض اول ما بتصحى من النوم، بس هي مش قايله سنها لا سنها 31 سنه. المريض اللي يصحى بوجع في ايديه وفي رقبته من النوم معناه انه كان نايم غلط. 8 ساعات اللي نايمهم او 7 ساعات كان نايمهم غلط. بس هي على طول كده. انا بقول الالم اللي بيجي الصبح، الالم اللي بيجي الصبح فديت لو مش احنا مش قادره احط رجلها على الارض، لو احنا حسينا النومه وبنينا الفراغ اللي بين الراس وبين الكتف دوت بمخده مناسبه ده ما تحصلش. لو فضل بقى متكرره وموجوده اثناء النهار ده محتاجه رنين على الرقبه، غالبا بانزلاق غضروف. طب بس هي لازم تفحص مش كده؟ رفيف لازم تروحي تفحصي، يعني لازم تشوفي برضو الحالة بالظبط، تعملي رنين على الرقبة. طيب ليلى من الجيزة اتفضلي. الو الو مدام ليلى اتفضلي. ايوه ايوه مدام ليلى اتفضلي. ايوه والله معايا بنتي عندها 29 سنة وكنت عملت لها عملية تطويل اوتار، يعني ما نجحتش، كانت بتحبي اصبحت دلوقتي قعدت خالص. ايه المشكله اصلا يا المشكله كانت عندها فين لين. المشكله ايه المشكلة يعني المشكله كانت في الاول بتمشي على طراطيف صوابعها. لا اكيد في شلل تقلصي في حاجه اثناء الولاده ولا ده حاجه حديثه؟ لا هي عندها ضمور في المخ. تمام. ضمور تمام. برضو الضمور زي الشلل الدماغي، ان في اجزاء من المخ مش شغاله فالعضلات ما بتشتغلش، او بيجي لها بدل ما يجي لها طلب واحد يجي لها 100 طلب مره واحده فالعضله تتخلص. ده هي عملت عمليه التطويل الاوتار، هي بتقول ان هي بتمشي على طراطيف صوابعها دلوقتي ما بتمشيش خالص مش كده مدام ليلى؟ ما احنا مش عايزين ننسى المشكله الكبرى اللي هو الضمور ونقول ان لما شهاش التطويل، يعني هي المشكله اكبر من كده، المشكلة هي الضمور. طب هو ده نتيجة ايه بقى؟ تشخيص غلط وقالوا لها انت محتاجة كذا؟ نتيجة ان الضمور في المخ. يعني واحد ما نسيبش الحاجة الكبيرة. طب هي تعمل ايه؟ هي عاملة كده الضمور الفخ ما لهاش علاج. طيب للأسف بس يعني تحاول برضه ان هي طب معانا عبد الرحمن من السويس. أيوة. أم عبد الرحمن من السويس. السلام عليكم. عليكم السلام أم عبد الرحمن اتفضلي. بص الحاج زوجي عنده 75 سنة، كانت رجليه ورمة الأول وبعدين ايه دلوقتي ابتدت خلاص الحمد لله، يعني ما فيش خلاص فشت، يعني هو ما كان تعب شوية. تمام. دلوقتي ايه عمال يشتكي برجله رجله اليمين، فعمال بيقول تعبه قوي أو عمال يخبط فيها زي شد عضل كده، يعني شد عضلي. ده بقاله قد ايه ده أم عبد الرحمن؟ بقاله دلوقتي بقاله كام يوم، 5 6 أيام كده ومش عارف يقف عليها يعني. طب عملتوا اي فحص او رحتوا لاي دكتور؟ لا ما رحناش، هو كان تعبان شويه، كان عنده شويه سخونيه كده وبس يعني. طيب دكتور هيرد عليكي حالا، اتفضل يا دكتور. احنا في تشخيص حاجه لازم نربط الحاجات ببعض، نربط السخونيه بالوجع اللي كان عنده قبل كده بالوجع الحديث، ما بنحبش نشخص كذا مرض. بس هي محتاج يتفحص يتعمل اشعاعات ونوصل بقى نضيق الاحتمالات لغايه ما نوصل للسبب. طيب سناء. الو سناء اتفضلي. ايوه ايوه السلام عليكم. عليكم السلام اتفضلي مدام سناء. ايوه لو سمحت عايزه اكلم الدكتور. اتفضلي.
اتفضلي يا ست سناء. لو سمحتي. عليكم السلام. اتفضلي يا دام سناء. لا ثواني مدام سناء، ممكن توطي التلفزيون؟ اسمعينا من التليفون بس. لو سمحت، انا بقالي 8 سنين بشتكي من رجلي، وبعدين بروح للدكاتره كتير. رجلك ايه، الركبه ولا فين في رجلك؟ ايوه ركبتي. وسنك كام؟ 50 سنه. ووزنك؟ 97. طب وليه 97؟ ده مش كتير؟ 97 كتير. طيب هي دي بداية خشونة في الركبة. بنعمل ايه؟ بنعمل صورة اشعة عادية وانت واقفة، وبنقيس المسافة اللي بين العظمتين. لو المسافة ديت راحت او اتنحلت او مش موجودة، معناها ان العظم بيحكوا في بعضه. فبنعمل حاجة اسمها استبدال لمفصل الركبة. احنا بنحب نعمل العملية ديت فوق ال 55 سنة، لان المفصل اللي احنا بنركبه في الركبة بيقعد 20 سنة. فال 20 سنة نقول 55 لغاية 75، ده العمر الافتراضي بتاع الواحد. تمام. اقل من كده بندي علاجات بس مبدئيا طبعاً. هي لازم تنزل وزنها يعني. طبعا. ما هي دي مشكلة المصريات. ان هي الوزن فوق ال 90 وبيعمل تحميل على الركبة. انت عارفة حضرتك لو الواحد وزنه 100، كل ركبة بتبقى عليها 100 كيلو. وحجم الركبة صغير. فالحجم ده عليه 100 كيلو طبعا، يعني ده كتير يعني. طيب ناديه من القاهره، اتفضلي مدام ناديه. ايوه 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 اتفضلي يا استاذه. اتفضلي اتفضلي يا مدام ناديه. ايوه اقول ايه؟ ما فيش حد. قولي لي. لا انت على الهوا، انت على الهوا يا ناديه. اتفضلي، عايز تسالي الدكتور على ايه؟ عايز اسال الحقنه اللي في العصب خطر وبتوجع ولا لا في عصب العمود الفقري؟ الحقنه اللي في العصب. دي حقنه بنسميها حقن فوق النخاع. اللي هي ابيديورال، اللي هي اللي بيولدوا البنات اللي بتولد، الستات اللي بتولد بتاخدها، اللي هي الابيديورال. الابيديورال. فمش معقوله واحده ست جايه تولد وانا خاطر بيها او خاطر بالطفل. فهي حاجه امنه جدا وليها الاستعمالات بتاعتها. بس كان طلع شائعات ان الحقنه دي لو اتحركت سنتي من مكانها نجيب شلل، حاجات كده. مفترض بيديها دكتور مش منجد، فيعني اكيد. لا ما الاخطاء الطبيه كتير يا دكتور، يعني احنا مش عايزين نخاطر، بس دي امنه يعني. اي واحده تاخدها. طبعا. طب اذا كان بتحصل اخطاء اصلا في ان هم بيسحبوا البيبي نفسه فبيأثروا على عظمه؟ لا ما احنا احنا المفروض اللي بيعمل حاجه زي كده دكتور متخصص عارف هو ايه يعني. طيب دكتور، الخشونه اللي الناس بتشتكي منها دي، حضرتك بتقول ان هي ما بتجيش للسن الصغير، بس في ناس من سن صغير بيعانوا منها. حضرتك بتقول اذا كان في اصابه، نوع الاصابه تبقى ايه بالظبط؟ المفصل ده اتصاب قبل كده، حصل كسر داخل المفصل. ممكن يحصل خشونه مبكره نتيجه الكسر. طيب معنا تليفون تاني. ناديه. الو. ايوه عايزه اكلم الدكتور. اتفضلي. اتفضلي. اتفضلي يا فندم. عايز اسال الحقنه اللي بتتاخد في العصب في العمود الفقري، الدكتور هل هي خطر وبتوجع؟ الدكتور لسه مجاوب على حضرتك، هي مش خطر خالص. ولا خطر ولا بتوجع. ولا خطر ولا بتوجع. ما فيهاش مشكله يا استاذه ناديه. تمام، بشكرك جدا. معانا وفاء من الجيزه. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي الدكتور معاكي. دكتور، عندي الم في الفقرات القطنيه من تحت، وكان بيقولوا لي الثالثه والرابعه. تمام. في وجع في رجلك ولا ظهرك بس؟ لا، الم في ظهري وبينزل على رجلي بكهرباء، بحس ان انا بتكهرب. سن حضرتك؟ عندي 45 سنه. ووزنك؟ وزني 70 كيلو او اقل، او 68. تمام. طبعا ده وزن كويس. يعني لو حصل هيبقى خشونه بسيطه، سهل قوي بالكشف والاشعه العاديه نقدر نعرف. لو هي خشونه بسيطه بندي علاج، لو هي خشونه جامده بنلجا الى عمل اشعه متطوره اكتر وهي الرنين المغناطيسي. احنا بالنسبه لشغلنا على العمود الفقري، اللي بيبين الفقرات واللي بيبين الغضاريف واللي بيبين الاعصاب هو الرنين المغناطيسي، وتكلفته في متناول اي حد يعني. طيب عندنا كذا سؤال على صفحتنا على فيسبوك، بس ناخد تليفون الاول. ايات من القاهره. ايوه يا ايات. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي يا حبيبتي. من فضل حضرتك، انا عندي في القدم اللي هي الشمال ما بقدرش امشي عليها، ورحت لدكاتره كتير قالوا لي شوكه عظميه، ما
وعملت اشعاعات وظهرت ان في شوك عظميه، ولكن بيقولوا لي ان ملهاش علاج واني فقط احط رجلي في ميه. فعايزه اعرف من الدكتور ملهاش علاج فعلا؟ شكرا. عمرك كم سنه ايات؟ 60. 60. طيب الشوكه العظميه دي ناس كتير برضه بتعاني منها. يا ايه الشوكه العظميه؟ ربنا خلقنا بمخده تحت عظمه الكعب عشان الواحد يقدر يدوس عليها والعظمه ما تحكش في الارض، مع يا سواء تقل الجسم سواء الواحد بيلبس جزم ناشفه المخده دي بتتبطط، فالعظمه تبتدي تحتك بالارض بتعمل زائده او شوكه عظميه. بتؤلم بقى الواحد اول ما ينزل الصبح يحط قدمه على الارض تشكه او توجعه، بعد كده تبقى عاديه يعني. حلها ان احنا نشيل المشاكل اللي عملت دي، الواحد تخين يخس يلبس جزمه طريه، بنحط كعب داخل الجزم، بنحقن الكورتيزون، والكورتيزون دوت مش مضر، ما بيتخنش، مش مسمم، مش زي زمان زي يعني الناس تقول الكورتيزون انا اسمع ان الكورتيزون ليه اخطار. طبعا الكورتيزون ليه اخطار لو ما استخدمش في الغرض بتاعه. طيب بس الكورتيزون دوت انقذ حياه ناس كتير. صحيح. طيب معانا اسئله بس كتير، بس اضيف لحضرتك حاجه. اتفضل. في حاجات بقى تانية، في حاجه اسمها ترددات تصادميه، زي ما كان بيعملوا حصوه الكلى بجهاز يفتتها، دلوقتي بقت في اجهزه تفتت الشوكه ديت. مش محتاجه جراحة. بقى جراحه ولا حاجه. طيب ومفيش جراحه خالص في الكعب عشان المشكله دي، عشان الساده المشاهدين يعرفوا مفيش جراحه. طيب مصطفى بيقول عندي روماتيزم في المفاصل في حال غير حقن، في الحقن، حقن الامبير. هي الروماتيزم انواع، في روماتويد وفي روماتويد سلبي وفي روماتيزم، وفي ادويه جديده بتغير مسار المرض. هي تكلفتها غاليه بس هي فعلا بتغير المسار، فلو المريض ماديا مش قادر عليها مش هنقدر نرهقه، فبياخد السكند لاين او الادويه اللي هو المستوى التالي يعني. طيب معنا تليفون ام هاني من سوهاج. الو، بتقول ام هاني من سوهاج. ايوه ام هاني اتفضلي انت على الهوا. انا حاجه فاطمه. حاجه فاطمه انا اسفه، معلش قالوا لي اسم غلط، معلش اتفضلي يا حاجه فاطمه. حبيبي لو سمحت انا عايزه اسال الدكتور في حاجه. انا مريضه ظروف الم في ظهري رهيب، رجلي اليمين الوقت ياثر على الشمال، وعندي الرابع والخامس والرابع في الرقبه، فتعرضت لإشعاعات كتير ورحت للدكتور في مدينة دكاترة في مصر، فكرروا لي عملية، فالعملية غالية ما قدرتش أعملها، شرايح ومسامير، فأنا تعبانة خالص، فأنا الوقت داخلة على عملية قلب مفتوح، أنا مش عارفة أعمل إيه بالظبط من شديد الألم، مؤثر على دراعاتي الاثنين، غضروف الرقبة، ظهري، مش عارفة أعمل إيه بالظبط. هو في أولويات يعني، لو المريض قلبه هو اللي تعبان قوي هو اللي بيتعالج الاول، وبعد كده بتاخد ادويه مسكنه لغايه ما تخلص من مشكله القلب. نخلص من مشكله القلب، عندها مشكلتين، مشكله في الرقبه ومشكله في الظهر من تحت. عاده مشكله الرقبه بتبقى اخطر، وهي دي اللي تتعالج بدري، لان الرقبه بتغذي الايدين والرجلين، الظهر بيغذي الرجلين بس. واي حاجه محلوله في الاخر يعني. بس هو اللي بيحصل ايه، المريض يقول انا مش بعمل عمليات. طب خد حقن، انا ما باخدش حقن. طب هو بيقلل الاختيارات يعني. تمام. طيب ناخد ام هاني من سوهاج. الو. ايوه صباح الخير. صباح النور ام هاني اتفضلي. لو سمحت انا بعيد عن العمود الفقري خالص. حضرتك ايه؟ يعني انا عندي الم في ضلعتي. انا مش سامعه والله يا ام هاني، تفعلي صوتك شويه. عندي الم في ضلعتي. في الضلع. في الضلع. تمام. ومؤثر على ضلعتي من قدام. تمام. هو حضرتك سنك كام؟ سني 54. 54. حضرتك كشفتي او عملتي اي اشعاعات او حاجه؟ كشفت، قال لي انك بتاع ده سد عضلي. شد؟ خدت حجم وخدت برسام كبسول. وسكن شويه بعدين وجعني تاني. بس الالم ده مستمر مع حضرتك على طول مش كده؟ يعني يمكن ليه بتاع دلوقتي بتاع يمكن 10 ايام او 12 يوم. حاضر يا ام هاني، حالا الدكتور هيرد عليكي. اتفضلي يا دكتور. غالبا الالم اللي هو بقاله 10 12 يوم بتبقى حاجه في العضلات يعني،
مثلا التهاب في العضلة، نومة غلط، سهل قوي ان علاج دوائي يجيبه بسيطة. او قعد اكتر من كده هو بقى بنلجأ الى فحوصات بسيطة. طيب اسلام من اسوان. اهلا، السلام عليكم. ام اسلام اتفضلي. اتفضلي يا ام اسلام. لو سمحت دكتور، انا ظهري على طول وجعني كده خالص، ولا بعرف انام ولا بمشي ولا اي حاجة، ودايما بيسمع لصباع رجلي الكبير يعني. احنا كل عصب في الظهر ليه المسار بتاعه، يعني انا من غير ما اكشف على ام هاني ومن غير ما من كلامها اقدر اقول ان عندها انزلاق غضروفي جاي من الفقره الرابعه والخامسه، لان معروف ان الفقره الرابعه والخامسه بتدوس على العصب اللي بيدي الصباع الكبير. لو المريض قال لي انا عندي وجع بينزل على كعبي يبقى ده 5-1. تمام. المريض يقول لي انا عندي الوجع بينزل على فخدي من قدام وبيجي على الركبه يبقى ده 3-4. تعمل ايه طيب هي فن؟ هي لو هو ده حديث بندي ادويه، لو عندها بقاله مثلا 6 اسابيع واكثر بنعمل اشعه، وزي ما بقول الاشعه بالرنين هي اللي بتبين. اوكي طيب. وسام، حسام، حسام من القاهره. ايوه فندم. ايوه استاذ حسام اتفضل. ايوه استاذ حسام اتفضل. اتفضل. صباح الخير. صباح النور يا فندم اتفضل. صباح الخير على صباح الخير يا فندم. صباح النور يا استاذ حسام اتفضل. صباح الخير يا دكتور. اهلا استاذ حسام، ازي حضرتك؟ انا عامل حادثه حضرتك. ماشي فن. حادثه ايه؟ معلش وضح صوتك كده استاذ حسام، حادثه مالها؟ 20 يوم حضرتك. ايوه. عامل حادثه. استاذ حسام لو سمحت اقفل صوت التلفزيون، اسمعنا من التليفون بس. طيب حاضر 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 حاضر. اتفضل. حاضر يا فندم. حاضر حاضر حاضر. تمام حضرتك سمعنا كده؟ تمام. انا سامعك كده. طيب اتفضل، عملت حادثه ايه بقى؟ اتفضل. عامل حادثه من 20 يوم وعندي وجع في القفص الصدري. حادثه وعندي وجع في القفص الصدري وظهري. وقالوا لي القفص الصدري ملوش يعني علاج الا مسكنات فقط لا غير. تمام. الحادثه دي كانت يعني في كسر او كده ولا هي حادثه كدمات؟ حادثه عربيه. وعاده اللي بيحصل ان في حادثه عربيه تتقلب الاير باج بيفتح، بيحصل زي رده في الضلوع. الضلوع ممسوكه من قدام بالقص الصدري ومن ورا بالعمود الفقري، فبيحصل رجة، يا إما يحصل شرخ، يا إما الكسر، يا إما الرجة أو الكدمة تعمل ألم. ده علاجها بقى مسكنات، وبيلبس، عارف حضرتك الحزام اللي عاملين قلب مفتوح بيلبسوه؟ بيبقى حزام أستك كده بيتربط من قدام، بيلزق على بعضه. ده بيمسك الضلوع ومدة بسيطة. أسبوعين بسيطة ويبقى كويس. طيب أبو أحمد من أسيوط. السلام عليكم. ألو. أيوه لو سمحت ممكن أكلم الدكتور؟ اتفضل يا فندم، الدكتور معاك. لو سمحت يا دكتور. السلام عليكم دكتور. اهلا ابو احمد، ازي حضرتك؟ الله يخليك. لو سمحت، انا معايا ابني عنده 4 سنوات وكان عنده ضمور في الدماغ لما اتولد وحصل عنده ضمور. وما زال دلوقتي ماشيين معه بالعلاج والعلاج الطبيعي وبياخد ادويه، بس لغايه دلوقتي ولا بيمشي ولا جميع الاطراف بتاعته الاربعه بيتحركوا، بس المشكله عنده في الدماغ، ولا بيعرف ياكل ولا يطلع. هو بيتعصب جامد، فمش عارفين يعني ممكن فيها جراحه حديث او شيء يعني. تمام. طيب شكرا ابو احمد، الدكتور هيرد عليك حالا. اتفضل يا دكتور. حضرتك بتسالي مني لما اقول الضمور ملوش علاج، بس هو ده واقع. يعني المخ من الحاجات المهمه جدا. في حاجه في الدنيا ملهاش علاج يا دكتور؟ اقول لحضرتك حاجه، المخ ده من الحاجات المهمه جدا، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى حطه في جمجمه من العظم. ما قدرش حد يخشه. أي حاجة مهمة ربنا حافظها. النخاع الشوكي محطوط في جراب من العظم. العين داخل تجويف، لأن دول ما بتتبدلش. الضوافر ممكن واحد لو شال ضفر يرجع يكون تاني. الجلد مكشوف عشان لو جرى له حاجة بيكون تاني. الشعر الواحد قصه بيكون، بس في حاجات ما تتكونش، اللي هي منها الـ 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 الخلايا المخ ما نقدرش. بس احنا لازم ننبه، عشان في ناس يعني امكانياتها قليله، ما ينفعش ان هو يصرفوا فلوس في العلاج ويقول لك العلاج ده بينشط المخ. ما فيش حاجه هتنشط المخ، فده كلها فلوس على الفاضي يعني. عموما يعني هو اكيد زي ما بيكتشفوا كل يوم علاج لحاجات ما كانش ليها علاج قبل كده، يعني ممكن، يعني الله اعلم، يعني العلم لا يتوقف عن الاكتشافات. طب اسماعيل من القاهره.
استاذ اسماعيل. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. لو سمحت، كان عندي خراج بين الكبد والحجاب الحاجز، وعملت عمليه بلع. بعد كده حسيت بقى بعد شويه ان في الم في الايد وفي الرجل زي تنميله، بس بوجع على طول، ما بقتش اعرف اقعد خالص ولا انام ولا اقعد. خدت دكتور كتب لي على ليرك وكذا حاجه يعني. بس ما فيش، بقى لي دلوقتي 6 شهور وفي نفس الالم موجود. تمام. هو الخراج فين؟ كان بين الكبد والحجاب الحاجز. ده غالبا حاجه في الرئه، واحتمال يبقى ضرن واحتمال يبقى خراج عادي. وفي ارتباط بين الحجاب الحاجز والكتف، لانه واخدين من نفس العصب. فممكن ده يسمع في الكتف، زي اللي عنده حاجه في القلب ممكن يسمع في كتف الشمال، عشان في ارتباط العصب. الاثنين بياخدوا من فرده واحده او من عصب واحد. طيب، فغالبا احنا بنوجه علاجنا للمشكله الاساسيه، مش للكتف، للخراج. لازم نتاكد ان هو اتبذل 100%. طيب فاطمه، مدام فاطمه من الاسماعيليه. الو الو. ايوه مدام فاطمه، اتفضلي. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انت وقطع معايا الخط، والنبي الله يخليك، اصل يعني. اتفضلي اتفضلي مدام فاطمه، انت معانا على الهواء، اتفضلي. ماشي حبيبي. انا بالنسبه مع الدكتور، ما قاليش اعمل ايه في رقبتي واعمل ايه في ظهري، لان انا كنت مجهزه العمليه دي، بس منتظره دكتور جاي من بره ويتصلوا بيا من مصر. فانا دخلت بقى في عمليه قلب مفتوح قبل العمليه دي، فانا مش عارفه اعمل ايه. بنام اتصرف ازاي بالظبط يعني؟ اتصرف ازاي؟ انا ما بنام. تمام، هرد على حضرتك. زي ما قلت، في اولويات، القلب اهم من الرقبه واهم من الظهر. يعني هو فعلا لو في القلب، هو في عدم كفاءه في القلب، يبقى هو نبتدي بيه، وبعد كده تاخدي مسكنات لغايه ما تبقي جاهزه وللعملية الرقبة وعملية الظهر تعملي. اللي يجي قبل كده الرقبة، لأن الرقبة أهم، لأنها بتحرك الإيدين والرجلين. وتالت حاجة الظهر، ما ينفعش التلاتة يتعملوا في وقت واحد، لازم حاجة حاجة يا مدام فاطمة. طيب نقرأ بس من على صفحتنا على فيسبوك. شيخ أحمد سنور، السلام عليكم. أنا عندي وجع في الظهر يزيد أكتر بعد الجيم، سن 20 سنة، أرجو الرد. بيقول استخدم الكريمات والمرهم والحاجات دي؟ هي غالبا يبقى الحاجه اللي هو بيعملها في الجيم مش مناسبه ليه، فيعمل يشوف ايه هي اللي بيعملها وبتوجعه. وبلاش يعمل دي، يستغنى عنها بحاجه تانية. طيب معانا تليفون ايمان، معلش يا جماعه اخر تليفون عشان الوقت بتاعنا. بس ايمان اتفضلي. ايوه صباح الخير. صباح النور، اتفضلي. لو سمحتي يا دكتور، كنت انا بحس بالم في كف ايدي، تم التشخيص يعني توقع ان هو روماتويد. عملت التحليل طلع ما فيش، وبعدين ما زال بتجيلي الام في عقل صبعي كده، ومع الام جامده في كعب رجلي اليمين. كنت باخد لاجونير 200، وبعدين باخد دلوقتي حاليا مسكن الفلترن 250. تمام. طيب الروماتويد احنا بنشخصه بكتير، مع ان الجايد لاينز او التوجيهات العالميه بتقول انت عندك 15 نقطه، لو جبت منهم 5 تقدر تشخص روماتويد. مش بس عشان نعمل لواحد تحليل طلع روماتويد او صوابعه فيها الم او وجع نقول روماتويد. فهي المفروض تتاخد كشف وتحليل كله على بعض، وبعد كده نبتدي نديلها الادويه. علاج اي روماتيزم او روماتويد بيبقى علاج دوائي، ملوش علاج جراحي. فهي لو تتظبط يتشخص فعلا كويس، وتتظبط جرعه العلاج هتبقى كويسه. طيب على ناخد سريعا بقى المسجز اللي جايه لنا على فيسبوك. محمد بيقول انا دايما وباستمرار بحس تعب اسفل الظهر وفي نص ظهري، مع العلم اني كنت اتعالجت من الظهر 6 سنوات بسبب انزلاق غضروفي وتمزق في العضلات، بس هو مش قايل انه عمره كام سنه. هي التمزق عمره ما بيقعد فتره طويله، يعني التمزق ده يقعد له مثلا شهر شهرين، فلازم يتشاف السبب الاساسي اللي عامله ده، ومع وجود الرنين سهل قوي ان احنا نوصل للسبب. طيب يعني عموما التشخيص والكشف والعلاج هو انا يعني احنا وقتنا للاسف انتهى. عارفين ان في ناس كتير كان عندها استفسارات، بس يعني ان شاء الله بنوعدكم دكتور يسري هيبقى معانا مره تانية عشان نجاوب على بقيه الاستفسارات. دكتور يسري انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا. شكرا فندم.
الدكتور يسري الهواري استاذ جراحه وتجميل العظام بمستشفى دريم. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده من برنامجكم صباح دريم. يا رب الحلقه تكون عجبتكم وتكونوا استفدتم منها. بكره 9 صباحا بتوقيت القاهره صباح جديد وصباح دريم. سلام.